جولتنا التاريخية في مدينة الكاظمية وعن تاريخ السبح التقينا بالحجي الحجي. نعم. اسمي سيد محمد. سيد شم نوع من أنواع السبح؟ والله أكو أنواع من السبح، أكو الكهرب الألماني، والألماني ينقسم إلى أربع أقسام أو يقسم إلى خمس أقسام: ألماني مغلف، ألماني عطش، ألماني حجري، وألماني عادي يعني بلغمي. أي هذا يعتبر أغلى أنواع السبح. لا أنت اللي تبيعن هذه تبيعن؟ أبيع سبح عاديات. عادية. نعم. ما عندك الغالي؟ والله عندي غاليات بس هنا ما بيعن. ما تطلعن لعد وين تبيعن؟ والله ما بيعن. هذيك يعني هاوي. نعم إلي يا شخصيتي. نعم. زين الأنواع الرخيصة اللي تبيعها شنو؟ هذه تعتبر سندلوس. نعم سندلوس تركي. هذا سندلوس. هذا وهذا أيضا سندلوس. وهذا أيضا سندلوس. هذا ايش سعره هذه؟ هاي سعره خمسة. خمسة؟ نعم. زين ورخيصة. عيني قدامك. تسلم. والله كلها قدامك. تسلم تسلم. بعد. بعد عندي هاي الأنواع الأخرى. هذه اكو باثنين ونص واكو بالف ونص. اما السبح الغاليات ما جبنا هنا. هذه مو اثنين ونص، شنو نوعها؟ هذه نوعها سندلوس. هي تشوفها عيني. هذه. هاي الانواع. عادية. نعم. نعم. شلون البيع عندك؟ الحمد لله وشكر. من كان رزقه على الله فلا يحزن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بارك الله بك حجي. بارك الله بك. واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. إن الذي ترجوه وتأمله من البرية مسكين ابن مسكين. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، لا خير في الدنيا بلا دين. أحسنت. بارك الله بك. أحسنت. بارك الله بك حجي. هاي السبح أنواع أنواع طبعا، وهاي الخرس عقيق سليماني. بالنسبة للسبح اكو كهرب، اكو نارجين، اكو يسر، اكو ياقوت، اكو دور، يعني شغلات منوعه. بس المتداول عندنا بيعه اكثر هو الكهرب واليسر. زين حجي تاريخ ايش قصر لك بهذا الشهر؟ والله هاي مو قديم، انا يعني فد 15 سنه حوالي 17 سنه. لا مو قديم. زين شو تشوف الإقبال من الناس؟ قال خلال هاي 15 سنة عملك بيه قال ولا زاد؟ قبل كانوا يجون زوار كثير يعني من كافة الجنسيات، لبنان، إيران، باكستان، بس هسه الظروف الأمنية قلت طبعا. بالنسبة للإيرانيين دا يجون كربلاء والنجف فقط، ما دا يجون للكاظم. والحالة الأمنية يعني هي يعني المعوق الأساسي طبعا. زين انواع السبح او تاريخها منين؟ السبح قديمه، كلش قديمه يعني، وخصوصا بالعالم العربي هو بالعراق خصوصا طبعا. زين انت هذه استيرادها منين؟ انت تشتريها من الشورجه مثلا جمله؟ لا لا، هاي بالنسبه تعتبر اشياء عنتيكه، هاي تداول بالسوق يعني مال يعني شلون واحد تركه مال متوفي او ورث او واحد محتاج يبيع وهالشكل يعني. شو اشوف نفس الشكل يعني يعني جمله. هسه بالنسبه لجمهوريه مصر العربيه اشتهرت بالسبح اليسر للتطعيم مالتها، يعني على نطاق تجاري مفتوح مع كل استيراد، فخلوا هاي الشغله بها. يعني ده تيجي سبح من مصر كثيرة. أما الكهرب واليسر القديم هذا لا، بدأ يقل، ويعني إقبال عليه شديد بس هو مفقود يعني. لأن غالي يجوز؟ لأن غالي وقليل يعني. هذا قبل كانوا بالسعودية يشتغلوا يعني بالخمسينات بجدة المعامل مالته، أما هسه لا، الأمور تطورت واستحدثت، ما قاموا يشتغلوا، يجيبون مستورد طبعا، هو هذا المصري اللي يجيبوه. احنا سمعنا اكو الماني، يعني اكو كهرب الماني. الكهرب الالماني هو طبعا الدرجه الاولى بالسبح، والالماني بانواع المغلف والحجري والعطشي والشفاف، عده انواع، بس اغلاهن المغلف طبعا. المغلف مفقود هسه من السوق،
الغرام ماله يتداول فد 30-40 دولار. يعني هاي انواع تبعا للون مالته لو تبعا لشنو؟ للون ولل ينطي عطر اكثر. اي والقدم مالته اي مثل ما كان قديم كان احسن بلي افضل. هاي بالنسبه للمغلف والحجري العطش. لا اما اكو كهرب روسي. الروسي يعني هم قديم بس ما يجيب السعر ويا امور الحياه يعني بالصعود. زين هذه مستثمرين يعني روس ولا عرب يعرفون بالسباحة؟ هذا هناك عالم يعني شغلتهم شلون عندنا الفلاحين لهذا. هذا يوقع سائل من الشجر وياخذوه يشرخوه يعني يجمدوه ويشرخوه. زين شوف على هذه الخرز الكثيرة اللي وراك شو كبيرة مو مال واحد يسبح بها؟ ياخذوها يقصوها يسويها فص مال محبس مثلا. كل خرزة تصير فد 4 فصوص 5 او قسم يلبسوها قلاده ميداليه يسووها ميداليه مال السويتش مال السياره. يعني كل من حسب رغبته يعني كبيره اشوف. اي هي هاي تطلع كبار. اكو عالم تحب كبيره صغيره وسط. ماكو مال زينه؟ لا مال زينه. اكو مال زينه بس مو حجر طبيعي قزيز. اي واكو مثلا الاحجار التشيكيه هسه بالتشيك موجوده هاي الصناعي ماكو. ايه بس حلوه ولطيفه التشيك تشتغل يعني تشتهر بهالاحجار هاي الزارقون مزارقون وانواع اليواقيت. ايه بس الصناعي مو الطبيعي.